السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة خياطة وتدبير وإعادة تدوير. فيديو النهاردة هنعمل الجبونة اللي بتنفش فساتين البنات، علشان لما نعمل فساتين للصيف تبقوا عارفين اتنفشت كده ازاي. حالا اعملي لايك او عجبني علشان نستكمل الفيديو مع بعض على بركة الله. كل اللي مطلوب قماش من الستان الخفيف اسمه بطانة او ازيس او اي حاجة، بطانة هي اسمها كده، يعني تروحي تقولي انا عايزة بطانة او للجبونة، اهو ستان خفيف جدا تمام. المتر المتر 13 جنيه. الطول الناشف علشان يعمل نفشه، لو عايزه تجيبي طري مفيش مشكله، لكن انا النهارده هستخدم الطول الناشف. الموضوع سهل جدا وبسيط. ده كده معايا متر اهو بالتطبيقه بتاعته، بصوا اهو شايفين، وباخده كده وهنا بحدد الطول الجبونه اللي انا عايزاه. ما ترتبطيش باي ارقام، انت الوحيده اللي تقدري تحددي السن والعمر والمقاس، بمعنى انت الوحيده اللي انت عارفه اذا كان، يعني اذا كنت عايزه جبونه قصيره طويله بتقيسي من اول الوسط عند البنوته فوق الركبه تحت الركبه زي ما تحبي، اذا انت الوحيده اللي تقدري تحددي المقاس. كمان مقاس الوسط بالاستك اهو، بالاستك على طول، بصوا بالشكل ده وانت بتحددي مقاس الوسط اللي انت عايزاه. فانا ما اقدرش اربطك بارقام واقول لك الجبونه بتاعت 5 سنين مقاساتها ايه، بتاعت 10 سنين مقاساتها ايه، لان انت ليكي حساباتك في اللبس طويل قصير زي ما تحبي، فما ترتبطيش ابدا باي ارقام، لكن اعرفي الطريقه عشان تقدري تنفذيها باي شكل تمام. انا هنا هقول ان دوران الوسط بتاع البنوته بتقيسي حواليها بالشكل ده تمام، وبنقول وليكن مثلا خليها 50 سنتي، 50 سنتي تمام. خدي الربع بتاعها، والربع ده انت بتحطيه هنا بعد ما عملنا المثلث ده. الجبونه اهي القماش اهو بتاعنا المتر وطبقناه بالشكل ده اهو، وحطي المازوره بالشكل ده، وطبعا هتخلي 1 سنتي خياطه اهو فوق كمان، بصوا اهو خلاص كده يعني انت خلاص عملتي تحديد للوسط اهو. عايزه تكشكشي زي ما انت عايزه، بصوا بقى الطول انت اللي بتحدديه على حسب البنوته. خلينا نقول ان هو خلينا نقول 35 اهو، 35 بتمشي بنفس الطريقه 35، وكانك بتعملي جونيلا كالوش، كانك بتعملي جونيلا كالوش اهو اهو بالشكل ده تمام، اهو 35 بالشكل ده تمام. بتقصي مع مراعاة في 1 سنتي عشان الخياطة اهو، لازم تعرفي المقاس او الخطوات، وانتي سهل ان انتي تطبقي ده على حسب عمر بنتك. القماش ده اسمه ستان، هنا بسيب برضو ستان خفيف او بطانة ب13 جنيه متر. الناس اللي بيسألوني انت بتجيبي الحاجات دي بالسعر ده ازاي؟ بصوا يا جماعه، مبدئيا كل محافظه بتختلف في السعر عن المحافظه الثانيه تمام، كل محافظه فيها محلات كبيره، محلات متوسطه، محلات صغيره، لازم تروحي تعرفي كل حاجه. لازم انا يعني في الاول كنت لسه في الفيوم جديد، ففي محلات كبيره كنت باخد منها القماش بسعر غالي جدا. ابتديت بقى اعرف اماكن تانية، ابتديت اشوف حتة تانية، فلقيت ان انا ممكن اوصل لسعر اقل في اماكن مختلفة. الجودة ما تختلفش كتير، اسم المحل هو اللي بيختلف، اللي بيبيع بيبيع عشان المنطقة اللي هو فيها، وبيبيع باسم المكان او الشارع اللي هو فيه. فعشان كده بقولك دوري في المحافظة بتاعتك، دوري في المنطقة بتاعتك على اماكن بتبيع سعر اقل، لكن ما اقدرش اقولك انا جبته منين بالظبط. انا في الفيوم بجيب القماش من عند في عندي محمد خليل على البحر بيبيع قماش، في عندي يعني كذا محل بيبيع قماش، في زجوة بيبيع قماش تمام. فما اقدرش اقول لك فين بالظبط، ان انت في محافظه غير اللي انا فيها، فانت لازم انت اللي تدوري في المكان اللي انت فيه. يا رب كده اكون قدرت اجاوب على يعني معظم الاسئله بتاعت في فرق في السعر، فده طبيعي وعادي جدا. يعني بصوا يا جماعه، نرجع للموضوع. ام عبد الرحمن لسه لو تبطل رغي شويه هنفهم منها كل حاجه، مش مهم. بصوا بقى، احنا هنا المقاس قلت لكم 35 سنتي تمام. هنحاول نخلي ال 35 سنتي دي على 3 على 3، يعني ممكن 35 على 3 عبد الرحمن كام؟ 11.5 اهي،
ونخلي هنا كمان 11.5 بالشكل ده. يعني قسميها على 3 على 4 زي ما تحبي. بصوا بقى انا هنا قسمت تمام. انت ممكن تقصي دول وتخيطيهم تاني. طب انا هقصهم ليه واخيطهم اصلا تاني ليه؟ هتقصيهم وتخيطيهم تاني علشان انا عايزه خط امشي عليه بالتل، لا يطلع ولا ينزل وتكون مظبوطه تمام. طيب او ممكن تاخديهم علامات بالشكل ده لغايه الاخر بالشكل ده، تفضلي واخده العلامات اهو. بصوا اهو 11.5 وهنا برضو نفس الحكايه وبالشكل ده. المهم عندي انك تمشي على خطوط مظبوطه، تشوفي ايه اللي يريحك فيها وتعمليه تمام اهو بالشكل ده. انا محتاجه، مش عارفه اللون باين ولا لا، اهو اهو. لازم تقسمي الجبونه بالشكل ده علشان نمشي على التل، وبتفردي وبتعملي نفس الحكايه في باقي الجونيلا بالظبط او الجبونه. بصوا بنفس الطريقه اهو بالشكل ده، ولكن انت لازم تمشي بالمسطره اهو بالشكل ده. يعني انا من كتر بس التمرين خلاص حفظت اهو. بصوا اصبح عندي 1 2 ادي الثالثه تمام. طيب الجزء اللي باقي انا معلش بمشي بالخطوات علشان يعني تبقي عارفه كل تكه فيها ما فوتش حاجه ابدا. بصوا بقى التل ده ما فيهوش اي مطه، ما فيهوش اي حاجه. احنا عايزين 11.5 اللي احنا عملناهم في الفرد اهو. بص هو رخم شويه، عايزه تكويه اكويه اهو اهو. انا مش بفوت خطوه. الناس اللي متضايقه من وقت الفيديو ممكن تجري الفيديو على فكره وتشوفي اخر حته فيه او اخر دقيقه او اخر ثانيه زي ما انت عايزه. لكن في ناس مبتدئه خطوه لما بتفوتهم ممكن يقفوا ما يعرفوش يكملوا، وانا هنا عشان الناس دي تمام اهو. ظبط كويس جدا جدا اهو. طبقت 11.5 كده و11.5 كده اهو. انا عايزه 3 شرايط اهو و11.5 كده. ما ترتبطيش بالارقام على فكره، عشوائيا تقدري تعملي الحكايه دي مجرد ما تقسمي الجبونه على 3 بس. كل حكايه ما تطوليش التول الناشف ده علشان بيعور في الرجل، يعني حاولي ان انت يعني تخليه اقصر من الجبونه. الجبونه بتاعتنا اهي. ممكن تعملي سلفله برم تانيه خفيفه هنا اهو زي ما انت عايزه. بنفتح كده بس اهو. بتبدأي بأول قطعة من تحت من فوق، مش هتفرق يعني مش هتفرق قوي. بصوا اهو على الخط اللي احنا عملناه. قلتلك لو انتي قرب كده بس يا عبد الرحمن، قلتلك لو انتي يعني خايفة من موضوع الأرقام ده ممكن تقصيها وتخيطيهم، فلما تخيطيهم أصبح عندك علامة لا هتطلع ولا تنزل معاك تمام. هنا بمشي بكسرات أو كشكشة المتاح ليا. التل مش بيحتاج ابدا ابره مخصوص ولا حاجه. التل من القماش اللي هو بيشتغل على اي ابره اهو. بصوا طول ما انا ماشيه المتر تل كويس قوي ان انت تقسميه شرايط بالشكل ده. زودي وانفشي زي ما انت عايزه اهو. شوفوا بصوا الشكل كده اهو. كل ما اخلص دور هوريك. يلا خلصنا اول صف، هنعمل الصف الثاني اهو في العلامه اللي في الدور الثاني اهي. بصوا كل الحكايه ان انا بحط على العلامه، عشان كده بقول لكم موضوع العلامه ده يعني ضروري جدا اهو اهي. وبرده بالكسرات بالشكل ده بخلصها عشان نعمل الدور اللي بعده. بصوا هنا بقى انا عملت كده دورين، هركب الاستك وبعدين هعمل الدور الثالث. هنا عايزه تزودي تول زي ما انت عايزه. بصي انفشي زي ما انت عايزه، انفشي زي ما انت يعني بصي براحتك بقى. يعني انت مش هتشتري حاجه جاهزه بقى ومحكومه، لا هنا انت براحتك. بصوا هنركب الاستك ازاي اهو. بنشد كده
المقلبات ده. ممكن تحطي على التل الناشف ده تل طري كمان، ممكن تحطي طبقه بطانه تانية من الستان الخفيف ده. اهو عملنا الاستك، ممكن دلوقتي دور اخر دور، شوفوا بقت منفوشه جدا، بصوا اخر دور اهو. شايفين شكلها دي كده تحت الفستان؟ تخيلوا بقى الفستان لما يتلبس هيبقى عامل ازاي. تقدري تزودي زي ما انت عايزه طبقات فوق بعض، او تحطي طبقه تاني من الستان هنا فوق وزودي كمان طبقات. يعني بصوا يعني سندريلا والحركات دي بقى، بصوا شكلها عامل ازاي، وبسيطه وسهله وتقدري تنفذيها. بس ماشيه، قبل ما تعملي لي برضه لايك لازم تعملي لي لايك علشان تحفزينا وتشجعينا. ما تنسيش تانيه صغيره هنا او برضه تمام. السلك اللي انتوا بتشوفوه ده بيبقى عند بتاع البلم، هو بيلفه بسلك كده زي يعني سلك السنار تمام. هي كده برضو ماشيه ما فيهاش اي مشكله، وان شاء الله هنعمل فستان ونحطه فوقيها عشان تشوفوا النتيجه افضل. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.